السلام عليكم، ازيكم شباب؟ واهلا بيكم في فيديو النهارده. لو لسه اول مره تشوفني، انا اسمي ماجد. انا بتمرن هنا في البيت بقالي من 7 لـ9 سنين، بطلت انزل الجيم تماما. الموضوع بدا معايا ان انا ابتديت اقرا شويه عن النيوتريشن، عن التمرين، وبالفعل بدات اتمرن هنا في البيت. عملت ترانسفورميشن لنفسي، وبعد كده خدتها للنكست ليفل لصحابي، وبعد كده الناس ما عرفهاش. وهدف القناه دي ان شاء الله باذن الله ان احنا نوصلها للملايين، ونغير العادات والتقاليد اللي احنا نشأنا عليها لهيلثي لايف ستايل نقدر نكمل عليها مدى الحياه. طيب، كفايه كلام انشا. في الفيديو بتاع النهارده يا جماعه هوريكم احسن وصفه سلاش سناك تقدر تاكلها الصبح بقى بعد التمرين قبل ما تنام، وهي ايس كريم. مين في الدنيا ما يحبش الايس كريم؟ بس بقول لك ايه، الايس كريم العادي ده تركنه على جنب خالص. الريسيبي بتاعت النهارده هيلثي فيرجن اوف ايس كريم، بروتين ايس كريم. الكالوريز بتاعته قليله جدا، فيري هاي ان بروتين، في نفس الوقت هيموت لك الكريفنجز بتاعت الشوجر اللي بتجي لك بالليل. بس قبل ما نبتدي في فيديو النهارده، يا ريت لو مش مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشنز بكل الفيديوهات اللي جايه، وتديني ثامز اب لما يعجبك الفيديو. انا عارف ان الفيديو عجبك، انا عارف. يلا بينا. اوكي يا شباب، كل اللي نحتاجه هنا خلاط يكون قوي، وبعدين عندنا هنا فراوله حوالي 200 جرام متلجين، تلج مجروش، 2 سكوب بروتين، من سكوب ونص ل 2 سكوب بروتين. هنا بقى ده الخلطة السحرية، دي حاجة زي زانتم جم، هقول لكم عليها كمان شوية، و سويتنر اوف يور تشويس. طب يا شباب، بالنسبة للمسحوق الأخضر ده بيستخدموه بره حاجة اسمها زانتم جم. الزانتم جم دي عبارة عن مادة فيلر، بيستخدموه في المخبوزات عشان تدي لها كثافة، علشان تكتر الحجم بتاع المخبوزات وكده. طبعا انا دورت هنا على النت، ما لقيتش زانتم جم ده متواجد في مصر، بس لقيت ليه بديل اللي هو مسحوق الباميه. بتجيب الباميه وبتقطعها وبتطحنها، عشان الباميه طبعا بتبقى لزجه شويه، بس انت مش بتحتاج منهم كميه كبيره، يعني حوالي 3 جرام او 4 جرام، ويعني بدل القوش طعمه مش هيبان خالص في البروتين ده. طيب، انا عايز اوصل رساله للحاجه، بما انها ان شاء الله كده هتتفرج على الفيديو. ربنا يستر. طيب ماما، انا استخدمت الكب عشان كسرت الخلاط التاني. طيب اوكي، ركزوا معايا بقى يا شباب عشان الترتيب ده هيبقى مهم جدا. هنبتدي اول حاجه التلج المجروش، بعدين هننزل بالفراوله، بروتين باودر، بودرة الزانثم أو البامية لو عايز تدلعها يعني، وأخيرا أوبشنال ممكن سويتنر زيرو كالر. لازم تحتاج معلقة علشان الكونسيستنسي أو القوام بتاعها هيبقى ناشف شوية، فلازم تقلبها. نقفل بقى الحاجة كده، بسم الله. بص كده القوام بتاعه عامل ازاي، شايفين؟ تقلبه كده هي مش بيتحرك. طيب يا شباب، لكل الناس بقى اللي كانت بتتابعني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، المفروض ان في تشالنج بتقلبه كده ثانيه، لو وقع على دماغك يبقى انت كده خسرت، فربنا يستر. ياي، بصوا ده القوام بتاعه، حاجه ما بتدرقش اصلا. لازم بقى ايه، نابريشيت ذس مومنت، نقدر اللحظه الجميله دي. بصوا يا جدعان، بصوا القوام بتاعه عامل ازاي. ده هو كده كمان، يعني هو ساح والله، لان انا خلال التصوير والكلام ده سبت شويه. نايس. I don't like that. Put your tongue back in your mouth. مم.
عايز اقول لكم ده بقى بصوا كل رأي دي انت حرفيا بصوا كل رأي دي انت حرفيا بتفضل تاكل فيه مش اقل من 10 دقايق. طيب بالنسبة بقى للسعرات الحرارية بتاعته عندك 49 جرامز في بروتينز 25 جرامز في كاربز وعندك 5 جرامز في فات في كل ده. في العادي انا لما بتمرن النهاردة اليوم الريست بتاعي ودي الوجبة رقم 5 اوريكم كده بسريعا الكام وجبة اللي انا اكلتهم. لو عايزين تعملوا لي فولو على الانستجرام او على الفيسبوك بعمل بوست على طول للوجبات اليومية بتاعتي. دي الوجبة رقم 5 النهاردة ما اتمرنتش فما حطيتش موز بجانب الفراولة عشان زي ما انتم عارفين الموز طبعا بيبقى فيه كربوهيدرات كتيرة جدا بجانب الشجر فبيستحسن ان هو يبقى بري ورك اوت قبل التمرين او بعد التمرين خصوصا النهارده الريست داي فقلت ايه مش لازم. بجد يا جماعه مش هزار والله لازم تجربوا الكلام ده لازم تجربوا الريسيب بجد مش بهزر والله جربوها واعملوا لي تاج على الانستجرام او على الفيسبوك فابدأوني مش هتخسروا. اوكي يا شباب وكده نكون خلصنا حلقه النهارده يا رب البروتين يعجبكم. ما تنسوش يا جماعه لو عجبكم الفيديو تدوني لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه. على فكره يا جماعه التطبيق اللي انا استخدمته اسمه ماي فيتنس بال وانا كده كده كنت منزل ليه فيديو تاني هسيب لكم اللينك في الديسكربشن علشان يعني لو حابين تعرفوا ازاي تتعاملوا معاه او تنزلوه او تتابعوا السعرات الحراريه بتاعتكم. شكرا اشوفكم الحلقه الجايه.